عندما يكون الجو من حولك شديد الحرارة وتتعود من النار ثلاثا، فإن النار تدعو لك أن لا تدخلها. وعندما يكون الجو باردا لطيفا، تشعر معه بالانشراح والسعادة، وتسأل الله حينها الجنة ثلاث مرات، فالجنة تدعو لك أن تدخلها. لا تستغرب، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وارفع صوتك ليردد من حولك وبلغهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل